الزلازل دي نشوفها كثرت هسه بهاي الفتره بالاونه الاخيره. خلي اقرفت صوره بهذا الجانب. منو من عندنا قاعد مثلا في يوم قاعد وشايف نفسه دايخ، يعني قاعد خلينا نقول الفجر او بعد الفجر يشوف نفسه مثلا دايخ تعبان، يروح مثلا على فد على الطاوله يلقى فد شيء هو اساسا كان مخليه على الطاوله واقع بالقاع زين، على على مكان معين يلقى فد حاجه واقعه بالقاع زين، يجي يستغرب هذه شو وقعها؟ سؤال يطرح نفسه، ممكن يكون مثلا حيوان داخل بالبيت موقع هذه الحاجيات. ممكن مرات اكو بعض الاشخاص يسالوني يقول لي انا مثلا قعدت من الصبح لقيت فلان حاجه واقعه بالقاع زين. الشك ياخذه طبعا، وين ياخذه؟ ياخذه الغير عالم، يقول لك احتمال انا البيت مسكون، بيتي مسكون واحتمال الجن يقوم بهاي العمليات. طبعا الجن يقوم بس مو في عمليات، ماكو شيء. الجن طاقه، او بين قوسين كائنات ذات طبيعه موجيه تدخل في علم الطاقه. اليوم ما نقدر احنا نجي نقول اي حركه تصير او كذا نعزها الى الجن، لانه وفق مفاهيم الفيزياء الجسم لا يتحرك الا بمؤثر، الا اكو مؤثر معين، هذا المؤثر مؤثر فعلي على هذا الجسم بحيث قدر يحركه من مكان الى مكان وخلاه يسقط. هي بالحقيقه اعزائي بالحقيقه هذه اكو هزات ارضيه نتعرض احنا الها بس ما نشعر بها. ليش؟ لانه مقياس ريختر لقياس الهزات الارضيه والزلازل، الدرجه يعني اكثر من، خلينا نقول اكثر من 5 ريختر انت ممكن تشعر بيه، ممكن تشعر اكو حركه. لكن لما انت اكو عندك 2 ريختر، 2 ريختر انت ما راح تحس، ممكن تحس اكو فد حاله من الدوخه يصير عندك، واكو بالمناسبه هي اكو هزه ارضيه ارتداديه واصلتك، تحس بدوخه. اكو بعض الاشخاص يقول لك احنا حسينا اكو فد، اني واحد من الناس مره من المرات ايضا اتذكر دخلت المكان معين في غرفه معينه كاشي وكذا، حسيت انه اكو فد ارتجاج جوا رجلي. يعني الشيء اللي خطر ببالي راسا احتمال هذا تماس كهربائي، لكن بعد ما رحت جبت الدرنفيس الفاحص وباوعت وكذا ورتبت لقيت ماكو اي تماس، بالعكس الوضع كلش اعتيادي. فهذه قد تكون هي هزة أرضية كانت موجودة أي جزء الثيار اختار مثلا، لكن هذا الإحساس مو كل واحد يحسه. أنا حسيت جزء، غير هم ما تحسه، غير شخص ما حس بيه، غير شخص كان نايم مثلا. القصد اللي أريد أوصله أنه إحنا اليوم بسبب الأوضاع البيئية أو الظواهر الطبيعية المختلفة، الهزات الأرضية يوميا أكو هزات أرضية يوميا. هسه اليوم أنا لما أجي أريد أبحث أخذ أكثر مصادر الهزات الارضيه او اماكنها وين، نبدي من الشرق كل شيء هم اليابان. اليابان يوميا ما لا يقل عن 10 هزات ارضيه يوميا، اسمعوها من عندي، يوميا اليابان تضربها ما لا يقل عن 10 هزات ارضيه، لكن الدرجات متفاوته، وتفاوت هذه الدرجات ايضا الى علاقه بقوه هذه الهزه. يعني اليوم الستة ريختر باليابان هي بمثابه 2 ريختر بالعراق، 2 ريختر بالعراق. ليش؟ لانه اليابان اذا تضربها 6 ريختر هم عرفوا نفسهم واقعين على خط الزلازل، وعرفوا انه كل سنه هم عندهم او كل شهر هم عندهم زلازل مستمره والى اخره، فبدا بنائهم يكون على اساس حصين، على اساس رصين ايضا، انه يكون يعني مقاوم للهزات الارضيه. فبالتالي اليوم الياباني لما يضربه 6 ريختر هاي بالنسبه لحاله جدا اعتياديه، تشوفه يطلع ويتمشى وكذا يمكن يضحك عليك اذا انت تعتبره فد شيء كبير. بينما احنا جزء مثلا بالعراق اذا تجينا مو 6 ريختر 4 ريختر زين شويه تهتز الارض، بالاخص هاي في مناطق خلينا نقول بغداد او المناطق اللي بعيده عن المناطق الحدوديه القريبه من الهزات يمكن تنقلب الدنيا عندنا. فالقصد هنا شنو؟ هذه الدول يوميا عندها هزات ارضيه، وهذه حاله جدا اعتياديه، وهزات ارضيه مو فقط في 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 اليابان وفي في اندونيسيا وفي جزر الاندونيسيا وفي في ماليزيا، امريكا اللاتينيه تشيل البيرو دائما على خط الزلازل. احنا اليوم شنو نقول؟ نقول الدول اللي واقع على خط الزلازل، شنو خط الزلازل؟ يعني الواقع بالمركز، مركز الزلزال. هذه الدول هي اكثر عرضه
للتأثر بالزلزال باعتبار أنه ممكن يكون درجة أقوى. لهذا أقرب الصورة أكثر. اليوم أنت لما بالضبط مثل أفرض أمامك الآن ماء، نهار، بحر إلى آخره، وأنت أخذت لك فد حجارة مثلا، حجارة أو فد صخرة معينة وشمرتها بالماء، راح أسوي لك دوار. خلينا نفرض المركز، المركز اللي تقع بهاي الحجارة هو مركز الزلزال الأصلي. طبعا هذا راح يكون أكثر شدة وأكثر قوة، لكن انت لما تجيك الموجات هاي المتعاقبه اللي توصل لك فد موجه بعيده، توصل لك بس بشكل بسيط جدا، هذه هي البعيده عن خط الزلازل، هذه ايضا توصل ارتداديه. ولهذا مثلا احنا في بغداد عندنا هزات ارتداديه وموجوده، تجينا من ايران او تجينا من تركيا، هذه اللي هي على خط الزلازل. فاحنا توصلنا بس توصلنا بدرجه ضعيفه. الدرجه الاقوى من عندها هي اللي على الحدود، يعني مثلا توصل على خانقين، توصل على دياله، اقوى من اللي توصل الى بغداد، وأقوم للتواصل مثلا الى 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 النجف. تلاحظ شوف، بالتالي هي مثل البث، مثل التسلسل الموجي اللي يصير. الان كثير من الاشخاص خايفين، يعني احنا خايفين، دا يصير اكو فد بروباغندا يعني اكثر من 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 اللازم، واكثر من حتى من القنوات اليوتيوبيه وما الى ذلك، يريدون فقط يكسبون مشاركين. يعني هم اغلب فيديوهاتهم هي كذب في كذب، بس يريدون فقط مشتركين. هذا ترويج وبروباغندا اكثر من اللازم. احنا اليوم خلينا ناخذ الجانب العلمي الصحيح بهذا النمط. اليوم لما نتحدث عن وجود هزات ارضيه وزلازل اكثر من الفترات الماضيه، هاي حقيقه. ليش حقيقه؟ وبالمناسبه هذا حتى بمؤتمر المناخ أكدوا على أنه بسبب الظواهر الطبيعية وبسبب الاحتباس الحراري وبسبب أمور كثيرة، تغيرت في المناخ بالنسبة للأرض بشكل عام. يعني حتى صارت مناطق صحراوية أصبحت تنبت فيها نباتات وزرع وما إلى ذلك، والعكس صحيح. فبالتالي هذه حالة مسلم بها. لكن قبل كل شيء لازم نعرف أنه هذه الهزات الأرضية أو الزلازل هي بالأساس منين جاية. هنا الاختلاف. بعد الزلزال الأخير اللي ضرب تركيا ومناطق من سوريا، طبعا يعني عزاء الكبير إلى أهلنا في سوريا وأهلنا في تركيا أيضا، يعني لكن هذا أمر وارد. كل إنسان يروح بيومه مثل ما نقول، ومصائب قوم عند قوم فوائده. اليوم أكو ناس استفادت من هاي المنح والفلوس اللي إجت اللي هي باسمهم، لكن راحت إلى النظام. بس النظام بتنباع كتجارة، تجار اللي يسموها يبيعوها في مناطق معينة في سوريا، حتى لا يزعلون عليه جماعة القائد الضرورة. هاي حقيقة، لكن هاي الحياة. دائما أكو ناس، أو بمعنى صح غالبا ما الفقرة هم اللي عليهم توقع المشكلة، والناس اللي هم يعني خلينا نقول السيئين بمعنى أصح، هؤلاء لا بالعكس اللي تنقلب عليهم بشكل إيجابي. ويعني هاي الحياة، لكن لكل خلينا نقول لكل شخص معين إلى يوم معين. على حال الثاني، مو هذا القصد اللي أقدر أركز عليه. الزلزال اللي حدث في سوريا وفي شمال سوريا وفي تركيا، المنطقة هي على خط الزلازل، لكن على خط الزلازل شنو؟ هل هي بالقلب؟ ممكن تكون قريبة من المركز، مو بالضرورة تكون بالمركز ولا بالضرورة تكون لكن هي ليست بعيدة، مسافة بعيدة، هي قريبة من يعني لما ناخذ خط عرضي، يعني ونقول هذا الخط العرضي اللي يمر به، خلينا نقول بي يكون اكبر شدة من الزلازل، هو خط قد لا يتجاوز ال 90 الى 100 كيلومتر مثلا. فبالتالي هي واقعة بالاساس على خط الزلازل. يعني مو تركيا هي بالاساس معرضة في كل سنة لزلازل. انا يعني حتى هاي السنة يعني خجلت ان اتحدث عن تركيا بالزلازل، اللي انا اتحدث عن العام الماضي واللي قبله وهي اساسا على خط الزلازل. يعني فحاله اعتياديه جدا. السؤال المطروح هو هذا الزلزال القوي، بدنا نحكي هسه احنا على القوي، منين ديجي اساسا؟ هذا ديجي اكو ثلاث امور معينه تختلف طبعا الاراء. انا هاي بالنسبه لي كتحليلي، انا ما لي علاقه بغيري، غيري يحلل غير كله من ضمن اختصاصه. اكو ثلاث امور مهمه جدا. لما يكون عندنا ظاهرة اقتران فلكي بالفضاء الخارجي، الاقتران الفلكي، وحتى قرب الصورة، شنو معنى اقتران فلكي؟ اقتران فلكي لما كوكب يكون
مع كوكب آخر بنفس الاستقامة. خلي نتخيل فد شيء، نتخيل انه الان اكو فد كوكب دا يتحرك. وفق مفاهيم الفيزياء بكل حركه هو اكو فقدان للطاقه، والطاقه هي كهرومغناطيسيه، يعني كهربائيه مغناطيسيه متعامده تصل الى الارض كهرومغناطيسيه. طيب هاي الطاقه الكهرومغناطيسيه لما يجينا كوكب اخر يسير على نفس الاستقامه، او خلينا نقول قريب من الاستقامه، ما راح نقول درجه صفر، لا يجوز درجة 5، درجة 10، درجة 15، درجة 20، هذه كلها أيضا تعتبر من ظواهر الاقتران. فمعناته أنه الطاقة اللي راح تجي مضاعفة من الكوكبين، يعني مو كوكب واحد تجينا طاقة من عند الكوكب الثاني تجينا، فراح تكون مضاعفة بطبيعة الحال. هذه الطاقة المضاعفة اللي تأتي من الفضاء الخارجي لنا راح تأثر، أول شيء تأثر على المزاجيات إحنا، تأثر على البشر. ولهذا إحنا عندنا تحليل في علم الأسترولوج راح نقول انه كذا اشخاص معين من البرج الفلاني هم راح يكون عندهم كذا وكذا، نبني استنتاجات معينه ايضا تؤثر على البشر. واضافه الى هذا هي تؤثر على المنظومه الخاصه اللي هي الارض بين قوسين كوكب الارض، وتؤثر على القشره الارضيه، فممكن تعمل نوع من خلينا نقول التمدد، ممكن تسوف نوع من عدم الاستقراريه، وهذه حاله علميه يعني ومتداولة جدا بظاهرة الاقتران الفلكي. طيب عندنا ظاهرة أخرى اللي هي ظاهرة التربيع الفلكي. بالمناسبة الاقتران والتربيع هي ظاهرتين سلبية. ظاهرة التربيع الفلكي يعني معناتها أنه عندنا كوكبين، كل كوكب موجود في مجموعة نجمية الزاوية بينهم زاوية 90 درجة، مو بالضرورة تكون 90 مضبوطة جدا، لا ممكن تكون ما بين 80 إلى 110، بين 80 إلى 110 هي ظاهرة التربيع الفلكي، يعني 85 تربيع، 100 تربيع، 115 أيضا تربيع، يعني خلينا نقول الزاوية اللي راح تكون هي زاوية أقرب ما تكون إلى الزاوية القائمة، أقرب ما تكون. فبالتالي الطاقة الموجودة اللي سوف تأتي من الفضاء الخارجي من الكوكب الفلاني في المجموعة النجمية الفلانية ومن الكوكب الفلاني الآخر في المجموعة النجمية الأخرى راح تكون ايضا طاقه متعامده. يعني نفرض انه هذه الطاقه دادت بهذه الطريقه، الطاقه الكهرومغناطيسيه الثانيه بالطريقه الثانيه، فايضا راح يصير تواشج موجي. تواشج موجي يعني معناتها تضاعف بالطاقه، فهو لا يفرق شيء عن ظاهره الاقتران. ظاهره التربيع ايضا تعتبر من الظواهر السلبيه، تؤثر على الاشخاص في المنظومه اللي احنا بها، يعني اقصد تؤثر على مواد الابراج، وتؤثر ايضا في نفس الوقت على القشره الارضيه. هذه ظاهرتين كلش مهمة، ظاهرة التربيع الفلكي، ظاهرة الاقتران الفلكي. عندنا ظاهرة خلو المسار. خلو المسار لما كوكب يخرج من مجموعة نجمية ويدخل إلى مجموعة نجمية ثانية، هنا ايش يصير؟ يصير امتصاص بالطاقة. الآن تخيل أنت، تخيل معين، أنت قاعد في مكانك والآن الشمس هاي اللي أول ما يصير الشروق رأت تنطيك الطاقة والحيوية وتصعد لحد ما توصل بشكل متعامد، وترجع بالاخير فترة العصر وبعد فترة المغرب راح تغرب الشمس. خلينا نركز هنا، ركز وياي على هاي النقطة. غربة الشمس ايش يصير عندك؟ رأسا شوف تحس بالتضايق، اجى المغرب تضايق، تحس بالانزعاج، ليش؟ الطاقة بتروح، الطاقة الحيوية كلها بتروح من عندك. بترجع إلى الخمول، بترجع إلى السكينة، إذا عندك شغل الشمس تعطيك طاقة العمل، تعمل بوجود الشمس فترة الشروق وفترة الظهر وفترة العصر إلى آخره. المغرب راح تحس تحتاج إلى الراحة، تحتاج إلى الهدوء أكثر. فبالتالي نفس الحالة أنت الآن لما الكوكب موجود في مجموعة نجمية وده ينتقل على آلاف أو عشرات الأفق قد ملايين من المجاميع النجمية الموجودة في الفضاء الخارجي، وهذا الكوكب وصل بالنهاية وخرج من هاي المجموعة انطلق إلى مجموعة ثانية، فهنا ايش راح يصير عندك؟ راح يصير أيضا عندك نوع من الخفوت بالطاقة، وهذا الخفوت بالطاقة اللي راح يكون أيضا يدخل أو يأثر بشكل أو بآخر على على كوكب الأرض، فيأثر على مواليد الأبراج أيضا، وإحنا نحددها هنا نذكر منهم مواليد يتأثرون. يتأثرون عادة الأشخاص اللي يصير عندهم خلو مسار، اللي تخرج من عندهم أو يخرج من عندهم الكوكب من مجموعتهم. إضافة إلى هذا أيضا يأثر على القشرة الأرضية. ناهيك عن ذني كلهم، هي بالأساس إحنا عندنا احتباس حراري بالأساس، بين فترة وأخرى إحنا عندنا ظواهر فلكية خارج إطار المنظومة أو خارج إطار خلينا نقول الحسابات المعتادين عليها، فهذه كلها تؤثر بشكل أو بآخر على القشرة الأرضية. فمن الطبيعي جدا هذه الكرة الأرضية، من الطبيعي جدا أن يصير بها
الهزات الارضيه والزلازل. فهذه حاله جدا اعتياديه وموجوده، لكن بالاونه الاخيره مثل ما ذكرت ازدادت بشكل اكبر وراح تستمر معانا بالفترات القادمه بشكل اكبر ايضا.